مساء الخير مشاهدي قناه ماي لايف وحلقه جديده وصفحه جديده. اكيد مشاهدي قناه ماي لايف وصفحه جديده في جميع انحاء الجمهوريه في كل محافظات مصر عارفين طبعا ان واحد من اهم مصادر الدخل لجمهوريه مصر العربيه هو قطاع السياحه، او يعني كل ما يتعلق بالسياحه. فحضرتك عندنا دخل بقى اذا كان باليورو، اذا كان بالدولار، اذا كان بالين، اذا كان بالجنيه الاسترليني. واحد من اهم المصادر للعمله الاجنبيه هو طبعا السياحه. والعمله الاجنبيه دي احنا بنستخدمها في ايه في الاخر؟ ان احنا بنستخدمها في ان احنا نقدر نستورد مثلا مستلزمات الانتاج اللي احنا عشان نصنع حاجات، ممكن ان احنا نسدد ديون مثلا قروض للدوله المصريه، ان احنا نقدر ان احنا نستورد بيها المنتجات اللي ممكن نكون محتاجينها، وخصوصا ان احنا بنستورد حاجات كتير جدا في حياتنا، الى ان تطبق الاستراتيجيه اللي وضعتها الدوله المصريه في انك انت تشجع التصنيع ثم التصنيع ثم التصنيع ثم الزراعه ثم الزراعه ثم الزراعه، عشان يبقى عندك اكتفاء ذاتي من العديد من المنتجات بحيث انها تكون منتجه ميد ان ايجيبت او مصنعه في جمهوريه مصر العربيه. ونبطل ان احنا نستورد ونوفر الدولارات اللي بندفعها عشان نستورد حاجاتنا، ونقطر بقى ايه في التصدير. وده امل جمهوريه مصر العربيه وهدف رئيسي للدوله المصريه حاليا، وهو ان احنا نشجع التصنيع والزراعه عشان يبقى فيه تصدير اكتر. حوالين هذا الموضوع حضراتكم، الدوله المصريه في عندها استراتيجيه لتنميه السياحه، بس بشكل بقى المره دي علمي ومدروس اقتصاديا وفنيا باشكال كتيره. من ضمن هذه يعني البنود الهامه في تنميه السياحه هو الطيران، الطيران اللي بيجيب لك ايه؟ السياح من جميع انحاء العالم. نزود ايه؟ المقاعد اللي موجوده في الطيران عشان الناس تيجي اكتر. من ضمن الحاجات ايضا انك انت بتهتم بالتجربه بقى السياحيه جوه مصر بكل بقى مشتملاتها، ايا كانت التجربه وتفاصيلها. الحاجه الثانيه انك انت زي ما الدولة المصرية بتشجع انك انت القطاع الخاص يستثمر في جمهورية مصر العربية من جميع انحاء العالم، يقدر يستثمر في انك انت في مجال السياحة. فانت ممكن تعمل ايه؟ تعمل فنادق اكتر، فتقطر الغرف السياحية او الغرف الفندقية اكتر واكتر في جمهورية مصر العربية، عشان لما يجيلك السائح يبقى عندك كم من الغرف يكفي للسائح. وعايزين نوصل لعدد كبير جدا من عدد السياح في السنة. استراتيجية عايزين 30 مليون 40 مليون، يا رب يزيد ويبارك، وبإذن الله تعالى نوصل لهذا الهدف بشكل قوي إن شاء الله. وفي نفس الوقت إن احنا نشجع بقى الشركات السياحية، القطاع الخاص، إذا كان هيجيب بقى إيه وفود أو يشجع حضرتك إيه الأفراد اللي هم بيجوا سياحة، الأفراد يعني نفسها. حضرتك وزير السياحة والآثار الأستاذ أحمد عيسى كان في مؤتمر صحفي امبارح، سريعا هقول لكم بعض النقاط الهامة في هذا الموضوع. كان بيتكلم زي ما أنا قلت على الاستراتيجية الخاصة بالطيران والتجربة السياحية وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الخاص عشان نعمل فنادق ويبقى فيه غرف زي ما أنا قلت. واتكلم إنه كان في إجراءات في خلال الست أشهر اللي فاتت عملت قفزة هايلة جدا في عدد السياح اللي بيجوا، أو عدد المقاعد في الطيران اللي بيجوا لجمهورية مصر العربية، فعدد مقاعد الأسبوع تضاعفت 6 مرات، فده إنجاز عظيم جدا. واحد بقى من أهم الحاجات اللي بتسهل إنك أنت السائح ياخد القرار إن هو يجي ويعمل سياحة، تجربة سياحية في جمهورية مصر العربية، أيا كان هذه أنواع السياحة، آثار، شواطئ ثقافية، مؤتمرات، ايا كان، الفيزا والتاشيره اللي حضرتك بياخدوها عشان يدخلوا الى جمهوريه مصر العربيه. فالعديد من الاجراءات اللي باذن الله تعالى تم الاعلان عنها امس، وان شاء الله سوف تنفذ في الايام القادمه ونشرحها بتفاصيل اكتر واكتر. واحد طبعا من الكيانات الهامه جدا علاقتنا مع الدوله الصينيه، فاحنا بفضل الله عندنا شراكه استراتيجيه ما بيننا وبينهم في كثير من القطاعات، فان شاء الله هنفتح الباب اكثر واكثر للسياحه الصينيه، 1.4 مليار ويمكن اكثر نسمه. طبعا عدد السياح كبير جدا، والصيني السائح الصيني معاه فلوس كويسه، بيصرف كويس لما بيسافر خارج الصين.
فحضرتك واحد من اكبر السوق، مواطنين دولة الصين يمكن الحصول على تأشيرة من المطار بمجرد الوصول الى المطار، تأشيرة الدخول الاضطرارية اللي هي فيزا ان ارايفل. اول ما حضرتك ياخد ايه، يحجز طيارة من غير ما ياخد فيزا في بلده، كويس، يحجز الطيارة، يركب الطيارة، نزل مطار القاهرة او بعض المواني والمطارات في جمهورية مصر العربية، نزل المطار ياخد الفيزا هو في المطار، فيزا اون ارايفل اول ما يوصل المطار. دخول من المنافذ المطارات، كان زمان لازم يكون، لازم كان السائح الصيني كان لازم يكون في فوج سياحي عشان يخش الى الدوله المصريه، فالدوله المصريه فتحت للشعب الصيني الشقيق ان هو يجي ويزور ويعمل تجربه سياحيه جميله ان شاء الله. كان زمان لازم يكون قادم من مع فوج سياحي ويكون معاه تاشيره اذا كان الشنجنج ولا امريكا ولا انجلترا ونيوزيلندا ولا استراليا ولا اليابان. حتى لو جاء بشكل مفرد يعني يبقى فرد، ها، ممكن يقدر ياخد الايه الفيزا في المطار. الجنسيه الثانيه وهو المواطن الهندي، المواطن الهندي لو هو معاه تاشيره ل او اقامه، انا اسف، في مجلس التعاون الخليجي اللي هو الدول الخليج عنده اقامه في مجلس التعاون الخليجي، كويس، يقدر يجي يخش طبيعي جدا الى جمهوريه مصر العربيه ياخد الفيزا، ما فيش مشكله. او لو حامل فيزا امريكا، المملكه المتحده والشنغن وكندا ونيوزيلندا واليابان واستراليا. هناك شركات تطلب، كان في شركات بتطلب كتير قوي التاشيره للتراكوا والايرانيين والاسرائيليين والجزائر وللمغرب فتم التوافق على ان هناك تسهيلات كتيره جدا للجزائر والمغرب وايران واسرائيل. تأشيرة الدخول اضطرارية لعملائها في بعض المطارات المصرية إذا كانوا جايين في أفواج، وسوف يعلن أيضا كل التفاصيل أكثر وأكثر في الأيام القادمة. سريعا بالنسبة للعراق، مواطني العراق الشقيق، تأشيرة الدخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية على شرط أن يكون حامل تأشيرة دخول سارية ومستخدمة، تأشيرة على الباسبور واستخدمت، تم استخدامها قبل كده، يعني دخل هذه الدول إذا كانت المملكة المتحدة، الشنغن، نيوزيلندا، اليابان، استراليا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا. وأين السماح للفئات الأقل من 16 سنة أو فوق ال 60 سنة، حضرتك ممكن أنك أنت عن طريق الإيه الفيزا الإلكترونية، عن طريق الإنترنت تاخد الفيزا. بالنسبة للأتراك المواطنين دولة تركيا، كان زمان لازم تروح السفارة المصرية في تركيا، دلوقتي حضرتك ممكن ايه، سوف يتم تسهيل شرائح كبيرة من السائحين الأتراك، ويمكن أخذ التأشيرة من المطارات والمنافذ المصرية الدخول باستثناء بعض الشرائح، وفي الأيام القادمة سوف تعلن التفاصيل أكثر. أنا سريعا بستعرض مع حضراتكم ما جاء في هذا المؤتمر لأنه مهم، كل المشاهدين اللي بيشوفونا على نايل سات ونايل لايف في كل حضرتك الدول العربية وخارج في العالم كله، لو هو عايز بيفكر ان يجي تجربة سياحية لجمهورية مصر العربية يبقى عارف التفاصيل ولو بشكل مبسط. سوف يكون هناك فيزا جديدة ولأول مرة لمدة 5 سنوات متعددة الدخول، قيمتها 700 دولار، وسوف يكون هيتم إعادة النظر في القيمة خلال سنة. سوف يتم الإعلان على البدء بها في أقرب وقت ممكن لأول مرة في هذه الفيزا. أول مرة بقى حضرتك يا سيادنا يا أحبابنا في كل دول العالم تقدر تاخد بقى الفيزا لمدة 5 سنين، تقدر تخش كل مرة زي ما أنت عايز، تطلع وتخرج زي ما أنت عايز، بكام؟ ب 700 دولار، واحتمال يزودوها أو يقللوها هيشوفوا في الفترة القادمة. آخر حاجة كانت موجودة في هذا المؤتمر، تم إعلان أنه من شهر إبريل 2022 يعني السنة اللي فاتت زي دلوقتي تقريبا، كان في تطبيق وتسهيلات لمجموعة من الجنسيات ل 180 جنسية يستطيع الحصول على التأشيرة في المطارات، التأشيرة الاضطرارية في المطار والمنافذ المختلفة اللي هي فيزا أون أرايفل، أول ما توصل تيك تخش مصر على طول. إذا كان عندهم تأشيرة سارية ومستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة، شنغن، كندا، نيوزيلندا، اليابان، استراليا، ومدتها سنة، كان هذا الموضوع كان المفروض من أول إبريل 2022 لغاية إبريل 23، دلوقتي بقى فتحوها خلاص في أي وقت حضرتك، أهلا وسهلا بيك طالما عندك هذه الفيز على الباسبور بتاعك وتم استخدامها بشكل أو بآخر. سريعا كده أنا حبيت إيه أستعرض هذا الموضوع، ولأنه مهم جدا للسادة الزائري أو اللي هيزوره السائح ايا كانت الجنسية، اهلا بيكم في مصر بترحب بكل الجنسيات، اهلا بيكم ويشرفونا وتنورونا.